الو، اتفضل شيخ وليد، تسمعني؟ معاك، اتفضل. أولا أنت اللي بتتفضل، تعرف أنه ما يصح على الجميع، انا ايه؟ يعني اللي بتقوله ما ينطبق على الجميع، مو على جميع الشيعة، تعرف هذا اللي انا الشيء؟ بقوله لا ينطبق على جميع الشيعة، ولكن ينطبق على طائفة كبيرة في الشيعة الا وهي الشرازية. وسأرد على هذه الطائفة. اسمع تفضل. اسمع، الرد معروف لتبع مين؟ في بحار الأنوار للعلامة المجلسي، الجزء 25، الصفحة 328. وهذا السؤال اللي طرحته سألوه على من؟ على أبي الحسن الرضا عليه السلام. قالوا له: ما تقول في التفويض؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر دينه، سطر على دينه، فقال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهى عنكم فانتهوا، فأما الخلق والرزق فلا. الإمام نفسه ينفي، طيب، جميل، يعني ما أعرف من وين الشيء. حلو. الرواية اللي بعدها أيضا الآن جزاك الله سألت أبو خير، الحسن جزاك الله خير، تمام. عندك أحاديث تانية؟ وليد. عندك أحاديث تانية؟ نعم تفضل نعم 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 تفضل تفضل، أكمل، سألت أبو تفضل الحسن الرضا تفضل. أيضا عن الغلاة والمفوضة، فقال: الغلاة كفار والمفوضة مشركون، من جالسهم أو خالطهم أو أكل معهم أو شاربهم أو واصى أو زوجهم أو تزوج إليهم، إلى نهاية الحديث. والمهم، والرواية عندنا عندها لها أسناد، يعني مو سند واحد ويمكن الرجوع إليها، فاللي بتتفضل عليه ما ينطبق على الجميع، رغم أني أختلف معك في كثير من الأشياء، طيب، يعني جميل، خلينا منها نتفق على الأول. يوم الآن أنت حضرتك نتفق ذكرت معك. عدة روايات تقول بعدم التفويض وأن الغلو كفر والتفويض كفر أيضا. من أين نعم، أتوا بهذه ليش الروايات؟ أنا من يقول؟ معلش معلش، هؤلاء الشرازية من أين أتوا بهذه الروايات التي تقول أن علي بن أبي طالب خلق الكون؟ يعني أتوا إليكم بها من أي كتب؟ البين على من ادعى، هم لازم يجيبون هذا الشيء إذا كانوا عندهم، يعني إذا كان الله نفسه يقول في القرآن يعني أنه هو يخلق وهو يرزق، فكيف نؤولها نحن على أنهم هم من يخلقون ويرزقون؟ يعني لا كل ضير من في ادعى أنك على الله عز وجل انه فوض علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بكلام علمائك وكلام الائمه عندك قل انه هاتوا كافر، برهانكم إن كنتم صادقين. تمام. طيب، نعم، امير إذا قريش الان ما هذا، بهذه الاحاديث كافر؟ نعم أنا طيب، شيء أقول نعم، جزاك الله خيرا، لقد غير شكرا لك، وكفى. انت انسان كويس وشكرا لك ومنصف بصراحه. تفضل. يبقى سبحان الله، هناك الان كما قال الاستاذ الشيعي من شوي، يبقى اصبح هناك تضارب بين الروايات الشيعية. روايات شيعية تقول بأن علي بن أبي طالب خالق الكون وهذا لا يستقيم عقلا وهي بالفعل مكذوبة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وروايات تقول بكفر المفوضة، بكفر المفوضة. فالآن يا شيعي، أنت شاب صغير السن، حكم عقلك، شوف عقلك يوديك فين. علي بن أبي طالب عندما خلق هذه السماوات وهذه الأراضين فين راح؟ لو قلت هو موجود في الجنة، طب موجود في الجنة بعد كده قعد 7 مليون سنة في الجنة، وبعد 7 مليون سنة الله عز وجل جعله في ظهر أبيه، وبعدين إلى رحم أمه، وبعد كده بقى طفل صغير ونزل بشوية دماء، وبعد كده بقى زي أي طفل يرضع. طب لما هو خلق الكون كان عنده كم سنة؟ يعني كان مثلا في مرحلة الشباب، وبعد كده ترجع الطفل رضيع تاني. يعني مثلا هو بيخلق الكون كان شاب، كان عنده كم سنة؟ شاب مثلا، وبعد كده ربنا رجعه رضيع تاني أو نطفة في رحم الأم. حاول تفكر يا شيعي، حاول تفكر. الغلو فعلا كفر، الغلو كفر، والتفويض هذا كفر.